في عيد الميلاد اختار الفنان عاصي الحلاني أن يكون بابا نويل لألف طفل محتاج في خطوة إنسانية تحسب له، وقبلها كانت له خطوة اجتماعية تصب ضمن إطار ثقافي، فقد أحيا حفلا عاد ريعه لصالح مسرح المدينة الذي يعاني من عجز مالي يهدد وجوده، وذلك إيمانا من عاصي الحلاني بأهمية هذا الصرح الثقافي والحضاري. لأننا في زمن الميلاد وأهم ما فيه العطاء، زرع عاصي الحلاني بصفته سفيرا للنوايا الحسنة ضمن مشروع عيش لبنان الفرحة في قلوب ألف طفل من مختلف الجمعيات اللبنانية التي تعنى رعاية الأيتام والمرضى والمعوقين في حفل نظمته جمعية رواد من لبنان. عيد الميلاد عيد ولادة مخلص البشرية، وأقل شيء نحن كبشر نكون عم نساعد الأطفال اللي هن بالنهاية بشر كمان، والناس اللي هن عم بيعانوا من أزمات ومشاكل بالمجتمع اللبناني. وزع أكثر من 1000 هدية لأطفال هن بحاجة لمساعدة، إن كان أيتام أو إن كان معاقين أو إن كان هن بيعانوا من أمراض معينة، سرطان أو غير سرطان، الله يبعد هالمرض عن الجميع يا رب. أقل شيء في قدمه بعيد الميلاد هالشيء، لأنه مثل ما قلت لك المسيح عليه السلام نزل على الأرض لينادي بالمحبة والتآخي ولينادي بالألفة والمودة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمان نزل على الأرض لينادي بالمحبة والسلام والمودة. في بعض الناس عم يستغلوا الأديان لحتى يزرعوا الكراهية ما بين الناس، لا بالعكس، الأديان نزلت على الأرض لتخلق المحبة ما بين الناس. فنحن بدنا نستغل هيدي المحبة اللي زرعوها فينا كان سيدنا المسيح وكان سيدنا محمد، ونجرب قد ما فينا نكون حد الناس اللي هن بحاجة لحتى نكون حدهم بهالأعياد المجيدة. ومن جهة أخرى كان قد أحيا عاصي الحلاني حفلا عاد ريعه لصالح مسرح المدينة وقال عنه: تربطني صداقة بالفنانة الكبيرة والسيدة نضال أشقر، ومن خلال صداقتي مع عرفت بأنه المسرح عم بيمر بأزمة، أزمة مادية. بتعرف أنت المسرح ليستمر بده دعم مادي، وزارة الثقافة واهتمام أكتر، وعرفت انه المسرح عنده عجز مادي، والا يعني يا اما بيكون في دعم لهالمسرح مادي او اما حيسكر. وانا بعتبر مسرح المدينه هو صرح ثقافي، صرح فني، واجباتنا نحن كفنانين نوقف حده. ليه بتزعل لما تشوف انه ما في دعم دولي لهيك نشاطات ثقافيه، او ما لازم بقى نلومها لان يلي فيها مكفيه؟ يعني اذا بدك زعلان على الدوله، لانه انا بعتبر عنا عجز بكل شيء. نحن عنا عجز 60 مليار دولار، يعني شو بدك تطلب من الدولة؟ تطلب، بتمنى انه يكون في لفتة اكتر واكبر تجاه الفن وتجاه المسرح اللبناني وتجاه الفن اللي هو احلى شيء عنا. يعني اذا بتطلع على لبنان بتلاقي الوجه الحلو بلبنان هو الفن، هو الكلمة، هو الشعر، هو الأغنية، هو الرسم، هودي الأشياء اللي لبنان بيمتاز فيهم، حضارته، ثقافته.